نستذكر باسم الإنسانية والرحمة الإلهية لهذا العمل الشنيع الذي قامت به زمرة داعش بوقت هذا الشاب الجميل الطيار الأردني، وهو كان يؤدي واجبه. هذه العملية هي أسوأ ما حصلت ربما في تاريخ الإرهاب، أنه حرق المواطن وهو حي. لكن هم بالتأكيد يعني مع الأسف أنه بالشارع الأردني أكو من يؤيد داعش، يعني هاي حقيقة. فهاي رسالة مفتوحة لهم بأن يغيرون هاي العقلية تجاه منظمة داعش. الله يرحم معاذ الكساسبة الشهيد البطل اللي قدم حياته في سبيل القضاء على الإرهاب. يعني القتل كان مروع، كانت هناك بشاعة. أنا أعتقد هذه رسالة يوصلوها الأمريكان، لأنه كلنا احنا نعرف داعش هم صنيعة الأمريكان، وهذه إساءة للإسلام. ولو هم ذولا بريئين من الإسلام، هم يمثلون مجرد تسمية، لكن هم براء من الإسلام. يجب على الحكومة الأردنية وعلى ملك الأردن أن يأخذ بالقصاص العادل تجاه الجهة التي قتلت هذا الطيار البطل. وهذا يدل على شيء، يدل على حقد داعش وعدم وضوحه، أنه لا مثل دولة إسلامية.